السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع مهيكل وهام جدا بالنسبة لمدينة عنابة والولاية عنابة، يتعلق الأمر بمشروع طريق ازدواجي ساحلي بمنطقة واد الحمراء غرب مدينة عنابة، واللي يعتبر هذا الطريق بالنظر إلى الموقع تاعو يعتبر سياحي واقتصادي هام. اذا بدون اطاله نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول هذا الطريق المزدوج الجديد اللي راه قيد الاشغال بمنطقه راس الحمراء بمدينه عنابه او بولايه عنابه. والسلام عليكم. الحمراء وواد بقرات بولايه عنابه من المشاريع التنمويه الهامه التي من شانها الدفع بالحركيه الاقتصاديه والسياحيه، هذا المشروع لا يزال في طور الانجاز. إعادة بعث المشروع من جديد كأولوية للتوسع السياحي لوادي بقرات. هذا الطريق أسند لشركات جزائرية وبكفاءة محلية. نقسم الأشغال مع رؤساء الورشات على حساب عدد الورشات ديماريو لي طرافو في كل ورشة على حساب واش يتطلب العمل في الورشة من البداية للنهاية. بعد إعادة التقييم التقني لبعض المنشآت الفنية كالجسور وتحيين الدراسات، تم فتح المسار الصخري. الطريق عارفة وتيرة متسارعة وتقدم في الأشغال بنسبة 40%. المشروع هذا يحتوي على أربع منشآت فنية. العراقيل الكبيرة اللي مست المشروع هي فتح المسار من بدايته إلى نهايته، والحمد لله وفقنا سيدي ربي باقدرنا نوصلوا الباب الواد بقرات بفتح المسار. بالإضافة إلى المنشآت الفنية قد صادفنا إيطادي غليسمون نسير تا بوا اللي قمنا بالتدخل إلى ديكزيكيسيو دي فوراج على عمق 15 متر. نسبة الإنجاز فيهم تقارب 90%. وتكمن أهمية الطريق في تجسيد المشاريع الاستثمارية السياحية بالواجهة البحرية. هذا المشروع هو يعتبر نقطة سياحية كطنف طنف ساحلية عنابة، من خلاله راح يكون عبارة عن رواق، عبارة عن شرفات، عبارة كما قلت عن طرف سياحي يستقبل المصطفين خاصة خلال موسم الاصطياف. هذا المشروع عرف حقيقة توقف لمدة سنين، وأعدنا بعثه منذ شهرين، والآن راكم تشوفوا الأشغال راهي ماشية على قدم وساق من طرف مؤسسات عمومية، ورايحة تكون يعني مشروع مهم جدا ومهيكل ويعني كطريق ولكن سياحيا واقتصاديا. المشروع الساحلي يعد تكملة للطريق المزدوج من شاطئ شابي مرورا بعين العشير لتخفيف الضغط المروري على السياح والمصطافين.